تحيه لجميع الجماهير المغربيه اللي تابعت اليوم اللقاء بواحد الحب ديال الوطنيه. حنا كنا محتاجين، حنا فعلا خصنا، حنا خصنا جماهير اللي تموت على بلادها، تموت على بلادها في جميع المجالات، ومن بين هذه المجالات المجال الرياضي. علاش؟ حيت حنا كمنتخب، حنا بغينا المنتخب الوطني ديالنا يكون شي نهار في مستويات كبيره في كاس العالم. من 86 انا زيد في 90، دونك ما عشتش ديك اللحظه، انا زيد في 90، بغيت هذا الجيل نعيش شي نهار المنتخب الوطني كيمشي بعيد في كاس العالم. اليوم شفنا المنتخب الوطني المغربي ما كانش ضعيف وما كانش فور، باش نكون واقعيين. المنتخب الوطني اليوم دار اللي عليه، ولكن هذا وجهد، ونكون واقعيين، كان خاص شويه، هذيك شويه هي اللي كانت غتعطي المنتخب الوطني الرباح. هاد الشويه نقدروا فيها واحد النسبه ديال المدرب، لان وليد الركراكي اليوم شفنا الحمد لله كتشوف باللي الهجوم فيه المشكل، باللي النصيري ما جاش، ولكن ما دخلتيش واحد اللي غادي يقدر يصنع اللاعب ويمارك شي. الحمد لله دقيقه 60، الا تعطلتي دقيقه 60 يدخل، وهذا الشيء كاع الجماهير المغربي غتشاركنا الراي في هذه القضيه. ثاني حاجه الزلزولي والصابر، ولكن كاين واحد النقطه مهمه، لاعب الوداد البيضاوي، وداد الامه، يحيى عطيه الله، اللي قبل البلاء الحسن. اليوم يحيى عطيه الله شفنا الدخول ديالو، شفنا كيفاش دخل السيد، بحال لاعب ربعه الكاس، بحال لاعب كاس العالم ديجا، ولا بحال لاعب تشامبيونز ليغ دوروب نيفو ديال الريال والبارس. السيد دخل وجيرا غران ديكيب من حجم كرواتي، ماشي سهل. دونك تحيه لعطيه الله، ونتمنى تكون رساله للاعب المغربي باش يجتهد، حيت يقدر حتى هو يوصل لهذا النيفو ويلعب كاس العالم. مزيان عطيه الله خصو يدخل رسمي دابا، دونك عندك الحمد لله والصابري وعطيه الله، هادو خصهم يدخلوا رسمي، والحمد لله فوالا. دونك هادو خصهم يدخلوا رسمي، يكونوا رسمي في المنتخب الوطني، يعني نكون واقعيين. الان الركراكي خطا، خلى حمد الله عطلو، عطل الصابري، دونك الان ميساج باين. وكذلك عطيه الله، عطيه الله راه دخل، وكاين ما يتقال. جبران كنظن حسن من ما نقول لك، جبران يقدر يبان لي حسن من اللاعب اللي كان اليوم في الميليو، يقدر يكون حسن. انت نعطيه الفرصه، كنت نعطيه الفرصه في الاخر ديال هذا الماتش. بعدا راه كاين بزاف ديال الحوايج يتقالوا، مي نقطه احسن من لا شيء. كان بامكاننا نربحوا والله، صحيح لاعب مع وصيف بطل كاس العالم دي لا ينكره احد، منتخب روسيا، عفوا كرواتيا، منتخب مجرب، خبره، ما عادش كل شيء، كل شيء عارف القضيه هذه. نقطه احسن من والو. مي الماتش الثاني خسر الركراكي فيق، حيت الا بقى غادي بالسيستم ديال باغي يلعب على التعادل راه نقدروا نودعوا عاوتاني. الله يرحم الوالدين. رسالتي للاعبين، المدرب الركراكي، تغييرات باينه دابا في الماتش الثاني، اللاعبين تزاد لاغرينت اكثر، حيت اللاعبين داخلين ودايرين في بالهم باللي حنا لاعبين مع الوصيف. راه ما يمكنش ناخذوا العبره من السعوديه، السعوديه لاعبين مع الارجنتين اللي ما خسرتش 35 ميسي باب لعابه ديالها، ولكن واحد الوقيته صافي دخلوا في الماتش ونساو اننا لاعبين مع الارجنتين. حنا خصهم ينساو بانهم لاعبين مع بلجيكا كذلك تروازيام في كاس العالم اللي فات. شويه الثقه انت فهمتيني، هذا الشيء اللي خصنا، وكوراج. راه هذا المنتخب متفائلين فيه خير. علاش؟ حيت اول ماتش خدنا نقطه مع وصيف بطل العالم، فحد ذاته راه مزيان. والمنتخب الوطني بالنسبه لنتيجه اليوم كنتيجه هي نتيجه ايجابيه، لانك تبدا بنقطه افضل من انك تبدا بصفر نقطه، وباش تقدر تكمل في ما تبقى من مقابلات بواحد الاريحيه اللي ماشي بحال غادي تلعب الضغط ديال بانك بادي بصفر نقطه، لانك تبدا بنقطه افضل من صفر نقطه، وهذه حاجه ايجابيه بحد ذاتها باش نصحوا الاخطاء اللي كانوا في المقابله ديال اليوم، باش نلعبوا الماتش الجاي بكيف ما كنقولوا متعلمين الدرس، باش نعالجوا الاخطاء مكامل الخطا، وباش نخرجوا بنتيجه احسن من اللي خرجنا منها اليوم. بالنسبة للنتيجة راه نتيجة كبيرة أمام وصيف بطل النسخة السابقة، لأن كرواتيا كان وصيف بطل النسخة السابقة، يعني ما ساهلش أنك تلعب ضده، يعني احنا في مجموعة اللي فيها كل المميزات، فيها وصيف النسخة السابقة وثالث العالم في النسخة السابقة، لأنك أنت كتلعب مع جوج منتخبات كبار، بالنسبة وبالإضافة للمقابلة اللي غتكون ملغومة ضد كندا، لأن ماشي حتى شي فرقة ما ساهلة. شفنا المنتخب السعودي المقابله البطوليه اللي قدمها ضد الارجنتين
وخرج بالنقاط الثلاث اللي كان اكبر المتفائلين اللي ما كانش كيتوقع انه يفوز فيها اولا حتى يسجل فيها اهداف. صدق خارج بثلاث نقاط، هذا الشيء اللي خلينا نناقشوا الامور بموضوعيه، والحمد لله كان شيء من الواقعيه في مقابله اليوم. بالنسبه للاداء ديال المنتخب الوطني احترمنا امكانياتنا واحترمنا الخصم، واخا كان واحد الاحترام مبالغ فيه في بعض الدقائق، ولكن بامكانياتنا راه نتيجه منطقيه وايجابيه بالنسبه لنا. هي لعبنا كيف ما كنقولوا بحماس اكثر من انه بعقلانيه، بعض اللاعبين لعبوا بحماس زايد بلا عقلانيه وبلا تدبر في الهجمات، يعني كان واحد التسرع في التعامل مع المرتدات والتعامل مع الكرات اللي كنا نستافدوا منها وكان يجي منها اهداف، وكان بامكاننا حتى احنا في فتره من الفترات اننا نحسموا المقابله، ولكن لولا تسرع البعض اللاعبين وقله خبره البعض كنا نكونوا احسن في هذه المقابله وكنا نفوزوا، رغم انها كانت صعيبه وتعذبنا في الاطوار ديالها، وكان الخصم يربحنا بنتيجه كبيره كون ما ضبطناش الامور وكان غلق للمنافذ في طيله اشواط المقابله. احسن ما كاين لانك تلاعب بلائحه اللي فيها احسن ما كاين، ما عندكش الاحسن لا بالنسبه للاعبين اللي تنادى عليهم لعبوا رسميا لا بالنسبه للاعبين اللي كاينين في الاحتياط، يعني احسن ما كاين عندك. اللهم كانت الاصابه ديال امين حارث اللي بعثرت الاوراق بعض الشيء، لان كان يكون عندك زياش وحارث افضل من انه يكون عندك زياش بوحده، لان بغينا يعني من يكون عندك بديل ديال صانع العاب احسن من انه يكون عندك صانع العاب واحد. شوف ملي كيكون عندك مدرب فاهم في كوره ولعب كوره وكيفهم فيها ما كتلقاش هاد المشاكل، ما كيكونوش مؤثرين. شفنا فاش دخل حمد الله كلشي كان كيقلب باش يربح، بعض اللاعبين غلب عليهم الطابع الفردي والطابع المهاري، كنت سخرت المهارات في صالح المجموعه كنا نشوفوا نتيجه افضل، لان بعض اللاعبين بالغوا في الفرديات، هادشي اللي خلانا نخسروا بعض الكرات وكنا ندموا عليها، لان خساره بعض الكرات ضد منتخبات كبيره كتخليك تتلقى اهداف. التحيه وكل التقدير لبونو اللي كان هو اللي يستحق العلامة الكاملة داخل المجموعة، هو اللي نقد المنتخب الوطني وخلانا نبقاو محافظين على النتيجة وخلى الشباك ديال المنتخب الوطني نظيفة. حارس كبير بين على القيمة ديالو وبين على أن جائزة زامورا ما كانتش من فراغ، وبأنه كيتحط مع أحسن حراس في العالم ما كتجيش من فراغ وماشي مجاملة، يستحق كل حاجة جميلة تقالت في الحق ديالو. منتخب السعودية آمن بالقدرات ديالو، لعب مقابلة بدون مركب نقص، بالاضافه لانه عنده مدرب محنك، مدرب عرف يزرع فيهم روح الانتصار وروح التنافس، لان باش تلعب ضد منتخب الارجنتين بميسي بلاعبين كبار باش تلعب هذيك المقابله وتخرجها بهذيك الطريقه وتربح فيها اللي كان اكبر المتفائلين ما كانش كيتوقعك حتى تسجل فيها وتربح وتخرج رابح ضد الارجنتين، راه ما كتجيش سهله. ما غاديش تكون هنا مقارنه، غتكون هنا تحيه لهذه الكتيبه ديال السعوديه، لانهم امنوا براسهم وامنوا بالقدرات ديالهم وامكانياتهم وطبقوا المثل ديال 11 ضد 11، كنبقاو لاعبين تامن بالقدرات ديالك غتربح. هادشي اللي كان كينقص اللاعبين ديالنا في المقابله ديال اليوم، بعض اللاعبين نقصتهم الخبره وثقه اكبر باش يضبطوا الامور باش يتاخذوا القرارات، كان تسرع وتخوف من خساره الكره وتخوف من انهم يتحملوا سبب هزيمه لا قدر الله او لا اخطاء، هادشي اللي خلانا نلعبوا مكتفين نوعا ما. والمقابله القادمه غتكون مغايره، لان مقابله لا خطا ما مسموحش لك فيها تغلط وما مسموحش لك فيها تخرج بنتيجه من غير ثلاث نقاط، الا بغيتي تبقى مامن بحظوظك وتبقى مكمل باش تاهل الدور الثاني، لانها ماشي مستحيله وماشي صعيبه، كينقص بعض التركيز وكيف ما كنقولوا واحد نوقفوا على مكامل الخطا ونصححوا بعض الاغلاط، وبعض اللاعبين يخرجوا من اللاعب الفردي ويسخروه في صالح المجموعه الا بغينا نوصلوا للمبتغى ديالنا، لانه ماشي صعيب وماشي مستحيل، بامكاننا نتاهلوا للدور الثاني. التركيز ثم التركيز ونلعبوا كمجموعه ماشي كافراد. التسرع في تدبير المرتدات، لان المرتدات جاونا اليوم فرص اللي كون كان بعض التعقل وبعض التريوت وفرقنا ما بين السرعه والتسرع فيهم كان يكون فصلوا فيهم، خصوصا بوفال اللي بالغ في اللعب الفردي اللي قلب على اللعب الفردي اكثر ما انه سخروا لصالح المجموعه. الزلزولي ربما باقي ما متيقش بانه في كاس العالم وبانه رسم لعب في مقابله في كاس العالم، بعض اللاعبين ما كانوش كيقدموا الواجبات ديالهم في المسانده الدفاعيه، كان الضغط
وكان واحد لعيب ثقيل تحملوا الدفاع ديال المنتخب الوطني. مرابط خرج مقابله فيها وعليها، ولكن خاص صحح الاوضاع، اللاعبين يوقفوا كيف ما كنقولوا مع نفوسهم ويكونوا رجال في المقابله الجايه، لان المقابله الجايه ما مسموحش فيها الخطا، باش ما نخرجوش بواحد الطريقه اللي مدله واللي تخلينا نعاوتاني نرجعوا سنوات للوراء. المقابله ديال بلجيكا ما نقدروش نتوقعها، لان غادي تعطينا كيف ما كنقولوا الملامح ديالها والمعالم ديالها. نتيجه بلجيكا ضد كندا بنسبه كبيره، لان باقي كنتسناو بلجيكا ضد كندا وكيفاش غادي يتعامل المنتخب البلجيكي وكيفاش غادي يكون النهج ديالو، عاد نقدروا نحسموا فاننا نبداو ندخلوا في توقعات المقابله ديالنا الجايه.